تتواصل وللعام السابع على التوالي منافسات بطولة شجع فريقك لكرة القدم، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الرياضية، حيث تعتبر البطولة الأكبر على مستوى الفرق الأهلية في السلطنة، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب لرفض الأندية الرياضية والمنتخبات، بالإضافة لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب. فبعد 6 نسخ سابقة نظمها نادي مجيس، ها هي النسخة السابعة تأتي مكملة لكل تلك النجاحات. كيف لا، فمن نادي مجيس أتت فرق توجت أبطالا لمحافظة شمال الباطنة، وأبطالا أيضا على مستوى السلطنة. ففي النسخة الثانية عام 2014 أتى فريق الجزيرة ليخطف الأنظار ويتوج بطلا للسلطنة، وفي النسخة الرابعة عام 2016 وصل فريق العفيفة للمباراة النهائية في المرحلة الثالثة ليخسر النهائي ويحتل المركز الثاني على مستوى السلطنة. وفي العام 2017 وصل فريق العفيفة إلى نهائي المرحلة الثانية ويحتل المركز الثاني على مستوى شمال الباطنة، مؤكدين بذلك على نجاح وتألق فرق مجيس على مستوى البطولة. وبالعودة إلى النسخ الماضية، نجد أن فريق الجزيرة الأكثر تتويجا على مستوى النادي، حيث حقق 3 ألقاب، بينما توجت فرق العفيفة والشاطئ والشباب ببطولة واحدة لكل منهم. الجدير بالذكر بأن فريق الشباب هو حامل لقب النسخة الماضية بنادي مجيس. موسم جديد وبطولة جديدة ستحمل بين طياتها العديد من خفايا مستديرة، فالجميع على موعد مع بطولة متوقع أن تكون استثنائية هذه المرة. فبين الترقب والانتظار هناك طموحات ورغبات تحلق في سماء مجيس، محملة بآمال وتطلعات لا حدود لها. فخطف اللقب هو الهدف المشترك لجميع الفرق المشاركة، حيث أكدت 11 فريقا مشاركتها في نسخة هذا العام من البطولة. فريق الشباب حامل اللقب، فريق الشاطئ، فريق الشمال، فريق المرسى، فريق الجزيرة، فريق الخويرية، فريق العفيفة، فريق شباب عمق، فريق الجفرة، فريق التضامن، بالإضافة لفريق الأهلي. جماهير المستديرة، أنتم على موعد مع الإثارة والتشويق، فكونوا في الموعد.